أطلق منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونيسف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام إيمانا من منتدى شباب العالم بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية. وتطلعنا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم على المزيد من التفاصيل. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الورشة التي أطلقها منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في إطار ما أعلنت عنه إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات وأيضا البرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص. استمرت هذه الورشة على مدار 3 أيام لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل وأيضا مسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص وبالطبع بمشاركة الشباب. اليوم هو اليوم 3 والأخير لهذه الورشة، وكان الهدف من اليوم وضع الاستنتاجات النهائية وأيضا تحديد الخطوات التالية لهذه المبادرات عن طريق تكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة هذه القضايا بهدف الوصول إلى إطار عمل يمكن تطبيقه وتعميمه في مصر بالطبع وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان الحديث على مدار 3 أيام الماضية هو أهمية التعلم من أجل العمل وتوفير المهارات واكتساب المهارات للشباب في سن صغير. تم أيضا الحديث عن ربط وأهمية ربط التعليم بسوق العمل والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل في الوقت الحالي، وبشكل خاص نتحدث أيضا عن التعليم التقني وأهميته مع التطور التكنولوجي الذي يحدث الآن وعلى مدار السنوات التالية. أيضا أهمية تعلم لغة وما يضيف ذلك من مهارة للشاب عند دخوله إلى سوق العمل، وكان الحديث بشكل عام عن المهارات اللازمة من أجل دخول سوق العمل بالنسبة للشباب. هذا فيما يخص مبادرة التعلم من أجل العمل. أيضا تم الحديث في مبادرة التطوع عن أهمية فكرة التطوع، كيف يمكن إشراك الشباب في العمل التطوعي وما يضيف هذا للشباب، دور المؤسسات التطوعية المختلفة، والحديث عن أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الشاب عندما يشترك في عمل تطوعي وكيف فذلك يفيد الشاب وأيضا يفيد المؤسسة في من جهة أخرى. كان هذا يعني أهم مدار على مدار 3 أيام ماضية وصولا لليوم 3، اليوم الأخير لهذه الورشة لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل وأيضا مسارات التطوع. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.